أهلا أعزائي المشاهدين، أنتم تشاهدون برنامج ليكن نور، وهذه الحلقة بث مباشر على القناة الفضائية قناة الحياة. وحديثنا في هذه الحلقة نور من سوريا. وعلى فكرة الآية اللي شفتوها، هذه الآية أنا اخترتها مخصوص لأن هذه الآية قيلت في بنياس على الحدود، طبعا الحدود السورية، وهذه المنطقة كانت في مقاطعة ولاية سوريا، وهناك أعظم الإعلانات أعلنت من هذا المكان من المنطقة السورية، سواء الإعلان المسيح يعلن لبطرس عن وظيفته وعمله ويعلن عن بناء الكنيسة، بطرس يعلن لأول مرة، طبعا قيلت من قبل لكن بشكل قاطع وحد فاصل أنه المسيح ابن الله الحي، ولأول مرة المسيح يعلن عن آلامه وصلبه وموته، يعني هدف مجيئه، وبيتكلم أيضا عن مجيئه ثانية. هذه كلها كانت في المنطقة السورية اللي هي جزء من الأراضي المقدسة.